شوفي يا بنتي يا صفاء، أنا من شهرين لهلا صار حاكي معي كذا عريس مشان يخطبوكي. فبعد التفكير العميق قلت لحالي بستقبل هالعرسان كلياتهم بيوم واحد، وقررت إنه اليوم استقبل كل العرسان. يعني هلا الساعة 4 رح يجينا أول عريس، بعد ساعتين بيجينا عريس ثاني، يعني بتكون صارت 6، والساعة 8 عندنا عريس، والساعة 10 عندنا عريس. أيوه، وأنت ليش كل هالقد يعني عاجقها؟ يا ام زاهر، انا زلمه مضغوط بالشغل، بعدين انا ماني فاضي كل يوم استقبل عريس ودي عريس استقبل عريس ودي عريس وهات على ضيافات. ولا شو رايك انت يا بنتي يا صفوقه؟ اللي بتشوفه بابا اصلا ما في كلمه بعد كلمتك حبيبي. لك ما ضاعت تربيتي فيكي يا صفوقه، لك الله يسعدك يا بنتي. طيب ماشي الحال، ونحن شو بدنا نضيفون؟ على هوا العريس ما نضيفون. ايه امرك اوامر. اهلين بهالقامة وبهالعين. ها اجى الوفد الاول. فوتي مزاير، فوتي تبببي. تعال لهون وين طاح شيء؟ بدي افتح لك عريس. ايه ابوكي فتح الابري. ست مزاير، انا ام حسام، أنا اللي حكيتكم من فترة مشان المحروسة بنتي، إن شاء الله يصير في اسمه ونصيب. يا ميت أهلين وسهلين بالست أم حسام، شرفتونا ونورتونا. بالمهم عمي، أنت شو عامل شغل؟ محسوبك دهان، على كيف كيفك، كل الناس بتحلق باسمي، شو بدها؟ طرش، زياتي، جبصين، معجونة؟ على المعجونة ملس، ملس. اما الفرشايه شو بدك؟ الفرشايه الناعمه، الفرشايه الخشنه، كله بيشتغل عليه. ولا الرول؟ الرول طالع نازل طالع نازل، ما حدا بيسميني عليه. ايه قلت لي دهان، يعني شغله موسميه. لا لك عمي، شو موسميه؟ الله وكيلك، انا عامل حسابي جميع الاتجاهات. يعني شلون بدي اقول لك؟ قايم هيك قرشين لوقت الدقيقه، اذا انزنقت اذا انزنقت اذا انزنقت بمد ايدي عليه. عفوا ست ام حسام، يعني لو ابنك كان بيركب ورق جدران. خلصنا ام زاهر. معلش بس لاحكي ام زاهر، خلصنا حكينا وخلصنا. عدم المؤاخذه منك عمي حسام، يعني بنتي ما انا مضطره تشم ريحه دهان وتنر وبطيخ مبسبر. يعني بعدين انت بدك تيجي على البيت وتيابك كلياتها وسخه ومغبره وحالتك حالي. ام زاهر نعم، قومي ساوي لنا قهوه. لا معلش، قهوتكم مشروبة. يلا يا ابني يلا قوم يلا. هي الوفد الثاني اجا. ام زاهر فوتي تضبطي. لك تعي لهون، وين مقبوره ورايحه؟ بدي افتح للعريس. ايه فوتي لجوا، ابوك فتح لي على عيوني. واخي عنده دكانه وعم يتسبب منها وشغله كتير 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 ماشي، يعني كل اهل المنطقه هيك زباينه. شبه الدكانه ليكو عزمي ومرهب، جيراننا فاتحين دكانه والله رازقهم والله يرزق ابنكم يا حق. عمي قلت لي دكانه، يعني ابنك ما في بايده مصلحه؟ ليش شبه الدكانه عمي؟ بتعرفي يعني لو اخوكي كان فاتح سوبر ماركت كان احسن. بتعرفي السوبر ماركت كبيرة. خلصنا ام زاهر، خلصنا خلصنا عمي. يعني بالدكانه اذا اجى التموين ولقى عنده مثلا شي ماده منتهيه الصلاحيه او فاسده او لقوه عم ببيع اغلى من التسعيره، بتعرف هي قديش حبسها؟ قال لي بتعرف. لا كتف من تمك يا رجال، الله بعيد الشر. لك اخي بعيد الشر او بعيد الاضحى، عم نحكي عم نتحدث. بعدين يا اخي لنفرض اجت لعنده المكافحه ولقوا عنده دخان مهرب، يا انا ماني مضطر انه بنتي يلي ربيتها كل شبر بندر تضل دايره وراه من حبس لحبس ومن نظاره لنظاره ومن محكمه لمحكمه. مزهر سوي لنا قهوه برا. يلا لا تبكي حالك، قهوتكم مشروبة. ليش؟ مزاهر المكتوب مبين من عنوانه.
قومي يا بيومي، الله غني عن هالجوازه. ها اجى الوفد الثالث. ام زاهر فوتي الضبضبي. فوتي لجوا. هذا ابني عمورة العريس، احلى شوفير تاكسي بهالبلد. لك شو احلى شوفير تاكسي؟ الله وكيلك، ما في حدا بالشام ما بيعرفني. حمص، حلب، بلادقيه، وين ما بلك لحسن شام نطلع لحسن شام. ما شاء الله حولك، شوفير تاكسي يغزل عين حولك. يغزل عين. ما لقيت غير هالمصلحة لك عمي، شوفير تاكسي. ايه، شو بقول شوفير تاكسي؟ شو بيشكي يعني؟ شو بهالمصلحة؟ الله وكيلك عمي، هوندا سيتي 2004 مجنطة، ولا قطعة بخ، موتور طخ. يعني يا ابني لو كنت انت شوفير ميكرو كان احلى، يعني بتتسلى اكثر، بتلاقي راكب طالع راكب نازل، يعني غير شيء. ام زاهر عمي، يعني عدم المؤاخذة منك، يعني هي التاكسي، يعني شوفير التاكسي دائما اجر بالقبر واجر بالسجن. يعني لنفرض وانت ماشي بهالسياره واجت وفاتت فيك قاطره ومقطوره، او فات فيك مثلا صحريج مازوت، علي الحلال لتتكسر. لك عمي تفلن تبك تفلن تبك، شو هذا؟ وين جايبني هيك ابني انت؟ مين هذا؟ مين عم يحكي لك ابني؟ مين عم يحكي؟ لك ابي هذا ابو العروس. طيب اتمكن من الحوادث. اخي اذا كل جمعه اكلت مخالفه، علي الحلال ليطلع كل شغلك على الفاضي. بعدين عدا عن انه اذا كنت ماشي وانضرب معك دولاب ادماني، علي الحلال لتهور وما يطلع منك المخدر. بعدين انا مو مجبور بنتي تقعد تشحد من وراك. ام زاهر رح اعمل قهوه مره. لك ياسمين مات؟ مين مات؟ لك يا ابي ما حدا مات. قوم اشرب لنا فنجان قهوه انا وياك مع سيجاره حمراء عند هذا ابو علي. قوم لك ابي، قوم. لك ابي تضرب انت وهالجايه اللي جبت لي اياها. قوم قوم قوم. لك امشي امشي. تغطي تغطي تغطي. اجى الوفد الرابع. ام زاهر الضبضبي. ابو زاهر لا تطيروا، لا تطيروا. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ لا تطيروا. يا رشكون عالي كثير. أنا سمير اللي حكيت معك، تاجر البصر. يا عمي أنا بدي نفسي كتير. الله يا عمي، أنا طالب بنتك على سنة الله ورسوله، بتحبوا تعطونا لنقرا الفاتحة، ما بتحبوا لأرجع على شغلي. أنا كان معي مصاري كتير وكله قلبته بصال، عندي بصل كتير. شو بدكم؟ أنا جاهز متقدم ومتأخر. بدكم لشيء؟ ما بدكم لأرجع على شغلي. بوعدك العزة لبنتك عز ما صار، بوعدك لشيلها هكفوا في الراحة